السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة تحويل سلم مرسوم على برنامج الأوتوكاد من 2D إلى 3D في برنامج سكتش أب. أول خطوة هنعملها إن احنا هنبتدي نصدر السلم ده لبرنامج السكتش أب. هنعمل الكلام ده إزاي؟ هنروح لفايل أو علامة الـ AD، نقول له Save as Drawing، هيفتح لنا هذا المربع. نبتدي من هنا نختار إصدار أوتوكاد قليل خالص، يعني لو احنا شغالين على إصدار جوجل سكتش أب 2018 نبتدي نختار إصدار قليل، وليكن أنا هختاره 2007، وابتدي أسمي أقول له سلم أو أي اسم يعني سلم، وابتدي أختار المكان اللي هحفظ فيه هذا الملف وليكن على الديسكتوب، واقول له طبعا هسمي هنا واقول له سيف. كده انا حفظت المشروع بتاعي. هكنسل الاوتوكاد، خلاص مش محتاجه في حاجه، وافتح برنامج جوجل سكتش اب، ثم اروح اقول له فايل امبورت، هيتفتح لي هذا المربع. من هنا اختار اقول له اظهر لي ملفات الاوتوكاد دي دبليو جي، واروح على الديسكتوب اشوف الملف بتاعي موجود فين، هلاقيه على الديسكتوب طبعا احنا كنا مسمينه هذا الملف، واقول له اختار الاول اوبشن عشان اتاكد من الوحدات بالمتر مظبوط اهو، اقول له امبورت كلوز، هلاقي السلم بتاعي نزل بهذه الطريقه في برنامج جوجل سكتش اب. بعد كده هبتدي على امر بالتانجولر، اختاره على اساس ارسم الدرجة الاولى من البروجيكت بتاعي بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك هقول له دبل كليك على الجزء اللي احنا رسمناه ده، واقول له كليك يمين ميك جروب، واقول له دبل كليك جوه الجروب ده، واقول له اعمل لي بوش بوينت 15 او ارتفاع القايمه بتاعتي بوينت 15 بهذه الطريقه. يبقى انا كده رسمت اول درجه والارتفاع بتاعها، ثم اخرج بره الجروب وابتدي اختار الدرجه دي اللي انا رسمتها، واقول له موف كنترول، واختار من النقطه دي واسحب احط الدرجه الثانيه في النقطه دي. كده انا رسمت الدرجه الثانيه، وابتدي اختار الدرجة دي برضو واقول له كنترول وكليك شمال، وابتدي احط الدرجة التانية هنا. بالطريقة دي ابتدي اكرر باقي الدرج اللي عندي طالما ان الدرج بتاعي ابعاده متساوية. هبتدي ممكن اختار الاتنين دول مع بعض واقول له موف كنترول، واختار من النقطة دي احطها في النقطة دي، كنترول كليك، وابتدي اسحب هنا، كنترول كليك، وابتدي اسحب الجزئيه دي، كنترول كليك، وابتدي اسحب الجزئيه دي. اشوف عندي كم درجه في المسقط، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده انا عدد الدرج بتاعي مظبوط. كده انا رسمت القلبه الاولى من البروجكت. هبتدي اطلع من السلكت ده وابتدي اختار ريكتانجولر مرة اخرى وارسم البسطة بهذه الطريقة، ثم اقول له دبل كليك كليك يمين ميك جروب، وابتدي اخش جوه الجروب ده دبل كليك وبوش، اسحب الى اعلى، اسف اسحب الى اعلى، واقول له بوينت 15 انتر، وابتدي اطلع بره الجروب، ثم اختار البسطة بتاعتي واقول له موف من النقطة دي هاتها لي هنا. كده يبقى انا قدرت ارسم البسطة بتاعتي. هيفضل معايا باقي الدرج بتاعي بتاع القلبة التانية. جميل جدا. عندي طريقتين، انا ممكن ابتدي اختار اول درج عندي هنا كده واقول له موف كليك
من النقطة دي هاتها لي هنا وابتدي اكمل الدرج بتاعي زي ما بدأنا الدرج الثاني، او ابتدي ارسم الدرجة بتاعتي عادي زي ما اتعلمنا كده الشكل ده، واقول له دبل كليك كليك يمين ميك جروب، واعمل لها اخش جوه جروب واعمل لها بوش مرة تانية بوينت 15، ثم اطلع بره الجروب واقول له كليك هتهالي موف من النقطة دي لحد النقطة دي. انا كده رسمت اول درجة، ابتدي اختارها واقول له موف كنترول من النقطة دي للنقطة دي، كنترول من النقطة دي للنقطة دي، وابتدي اكرر الدرج بتاعي زي ما اتعلمنا في القلبة التانية، كليك من النقطة دي للنقطة دي، كليك من النقطة دي للنقطة دي، كليك من النقطة دي للنقطة دي، كليك، وهكذا بنفس الطريقة. ابتدي برضو ممكن اختار دي ودي ودي واقول له موف كنترول من النقطة دي عشان اخد نسخة هتهالي هنا. ابتدي بس الاول اعد الدرج بتاعي، ابتدي اختار ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده، يبقى انا الدرج بتاعي مظبوط، يبقى انا طلعت من القلبة دي وصلت للبسطة، ثم بعد كده صعدت وممكن ابتدي ارسم البسطة. يعني انا ممكن اخد دي لو في بسطة تانية هنا يعني مثلا، ابتدي اخد دي اقول له كوبي او موف كليك كنترول كليك من النقطة دي هاتها لي هنا. انا كده رسمت البسطة بتاعت القلبة التانية. طبعا بعد كده لو حبيت اكمل بعدل يعني. تمام، هيفضل معايا حاجة، ان انا دلوقتي عايز ارسم السمك بتاع الدرج ده، يعني مش معقول هيبقى في فراغ كده بالشكل اللي قدامنا ده. فبنبدأ بنعمله ازاي؟ بنبتدي نيجي امر لاين، بنبتدي نرسم لاين هنا كده ولاين هنا كده، ثم اقفل المثلث ده واقول له دبل كليك كليك يمين ميك جروب، واضغط دبل كليك واقول له دبل كليك تاني كليك يمين ريفرس فيس عشان اخليه ابيض، ثم بعد ذلك اخش جوه جروب واقول له بوش من الجزئية دي لحد ما اوصل للنهاية من الناحية التانية بهذه الطريقة. كده انا قفلت الجزئية دي. تمام، ابتدي اختارها واقول له كنترول موف كنترول كليك من هنا هتهالي هنا، ابتدي اكرر الشكل بتاعي كنترول كليك من هنا هتهالي هنا، كنترول كليك من هنا هتهالي هنا، كنترول كليك من هنا هتهالي هنا، كنترول، وابتدي اكرر نفس العملية اخد نسخ. يعني انا ممكن برضو ابتدي اختار ده وده 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 وموف كنترول من هنا هتهالي عند النقطة دي بهذه الطريقة. كده انا قدرت ارسم التقفيلة بتاعت القلبة الاولى. القلبة التانية بنفس الطريقة. لو حبينا نكمل باقي تفاصيل القلبة التانية هنروح للقلبة التانية ونبتدي نكرر نفس الخطوة، هنضغط على امر لاين ونبتدي نرسم لاين بهذا الشكل وبهذا الشكل، ونقفل المثلث بتاعنا، ثم دبل كليك كليك يمين ميك جروب، خش جوه الجروب ونقول له بوش من هنا، نسحب لحد ما نوصل للنقطة التانية في الدرجة بتاعتنا بهذه الطريقة. تمام، نبتدي نطلع بره الجروب بهذه الطريقة، نضغط على سلكت ده ونطلع بره الجروب، ثم نختار المثلث ده ونقول له موف كنترول من النقطة دي هتلي للنقطة دي، كليك كنترول نختار من النقطة دي للنقطة دي، وممكن نبتدي نختار الاتنين مع بعض ونقول له موف كنترول كليك هاتلي الاتنين دول هنا، كليك كنترول من النقطة دي لحد هنا، كرر نفس الخطوات بالطريقة دي كنترول بهذه الطريقة، واخد بعد كده واحدة منهم كنترول موف كليك من هنا لهنا. كده انا كمان خلصت تفاصيل القلبة التانية. لو حبينا نزود تفاصيل اكتر
هبتدي نرسم النويز او الانف بتاعت السلم. نرسمها ازاي؟ بمنتهى البساطة، ممكن عن طريق امر لاين نبتدي نختار النقطة دي كليك، ونسحب لتحت ونقول له بوينت 04 كليك، ونبتدي نكمل اللاين بتاعنا لحد الاخر بهذه الطريقة، ونطلع لفوق ونبتدي نرجع لاخر نقطة احنا رسمناها، ونبتدي نقول له سيلكت، دبل كليك على الشكل بتاعنا، كليك يمين نقول له ميك جروب بهذه الطريقة، ثم نخش جوه الشكل بتاعنا ونقول له بوش، اعمل لي بوش للجزء ده كمان بوينت 04 انتر. كده انا رسمت انف بسيطة جدا مستطيلة. لو حبيت اعدل عليها كمان ممكن اجي عن طريق الارك ده ابتدي اعمل دوران خفيف كده في الجزء بتاعها بهذه الطريقة، واقول له بوش اسحب لي الجزء ده للنهاية بهذه الطريقة علشان اعمل دوران خفيف في الان بتاعنا. خلصنا الان، هبتدي اختارها واقول له موف كنترول كليك من النقطة دي، كررها لي على باقي الاوائل بتاعتي بهذه الطريقة باقي الدرج بتاعي. ممكن ابتدي اختارهم كلهم بهذه الطريقة واقول له موف كنترول من النقطة دي هاتهم لي في النقطة دي، كنترول من النقطة دي هاتهم لي في النقطة دي، كنترول من النقطة دي هاتهم لي في النقطة دي. ابتدي اشوف كده هلاقي نفسي رسمت كل الانف الخاصة بالدرج بتاعتي بكل سهولة. عايز ابتدي ارسم الانف بتاعت الدرج التاني بنفس الطريقة، هبتدي اختار امر لاين. احنا بنكرر طبعا عشان الناس يعني اللي عدت عليه حاجة او مفهمش حاجة يبتدي يفهمها في الجزء التاني. هرسم لاين وانزل لتحت كده اقول له بوينت 04 انتر، وابتدي اسحب واضغط كليك في النقطة دي واطلع لفوق في النقطة دي واقفل الشكل بتاعي بهذه الطريقة، ثم بعد كده اضغط سيلكت واضغط دبل كليك، كليك يمين ميك جروب، وابتدي اخش جوه الجروب ده واقول له بوش واسحب لبره بوينت 04 انتر. كده انا رسمت الانف البسيطه بتاعتي. عايز ابتدي اعمل دوران زي اللي عملناه في القلبه الثانيه، اضغط على امر ارك وابتدي من الجزئيه دي كده الجزئيه دي كده وارسم الارك بتاعي، ثم بوش واضغط على الجزء ده كده واسحب لحد ما اوصل لنهايته واضغط كليك، هلاقي ان الدوران بتاعي اترسم بكل بساطه. هخرج بره الجروب وابتدي اختارها واقول له موف كنترول كليك من النقطه دي هتهالي هنا، وابتدي اختار الاثنين مع بعض واقول له موف كنترول كليك من النقطه دي هتهالي هنا، كنترول كليك هنا، واكرر طبعا كنترول كليك هنا لحد ما اخلص كل الانف بتاعي. كنترول كليك هاتها لي هنا، كنترول كليك هاتها لي هنا. كده انا تقريبا خلصت السلم بتاعي بكل تفاصيله بكل بساطه. اخر حاجه هقولها لكم برضو ان انا هضيف ماتيريال للسلم بتاعنا. هنروح من قائمه الماتيريال نبتدي نختار ماتيريال بسيطه وليكن ماتيريال من الستون، وابتدي اختار مثلا هذه الماتيريال وابتدي اضيفها للدرج بتاعي بهذه الطريقه كاني مثلا اديت له ماتيريال رخام. ابتدي واحده واحده كده ابتدي اضيفها لكل الدرج بتاعي بهذه الطريقه بمنتهى البساطه عشان نتفرج برضو على شكل السلم بتاعنا عامل ازاي بهذه الطريقه. كليك كليك وممكن برضو اشتغل بطريقة الميك كومبوننت يعني لو حبيت يعني، بس انا بفضل طريقة الميك جروب افضل بهذه الطريقة. ابتدي ادي الماتيريال بتاعتي ابتدي اضع الماتيريال بتاعتي على كل الدرجة. انا ممكن كنت اعمل درجة واحدة واديها ماتيريال وابتدي اكررها يعني عشان اسهل على نفسي، يعني اخلصها من النويز ومن المثلث ده اللي ضفناه ومن القايمة بتاعتنا وبعد كده ابتدي اكررها،
بس انا احنا قلنا بس نعرف فكره الموديل الاول، وبعد كده الماتيريال دي حاجه اضافيه في المحاضره بتاعتنا. يبقى دي الطريقه والفكره اللي احنا بنشتغل بيها لما نيجي نعمل نمذجه لسلم نحوله من 2D الى 3D في برنامج جوجل سكتش اب. هي دي المحاضره بتاعتنا النهارده، يا رب تكون قدمت الاضافه. عرفنا من خلالها ازاي بنصدر ملف الاوتوكاد لجوجل سكتش اب، وعرفنا ازاي بنحول السلم بتاعنا من 2D الى موديل 3D في برنامج جوجل سكتش اب. يا رب تكون المحاضره بتاعتنا مفيده لحضراتكم. اشكركم، الى ان نلتقي في محاضره اخرى على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.